السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على عبارات باللغة الفرنسية تستعمل في الحياة اليومية. فلنبدأ على بركة الله. العبارة الأولى: أنا هنا من أجلك. بالفرنسية نقول Je suis là pour toi. فكل عبارة سأعيدها ثلاث مرات، في المرة الأولى والثانية أنصت لها جيدا، وفي المرة الثالثة أعيدها معي. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. ف je suis là كتعني أنا هنا، pour toi لأجلك أو من أجلك. العبارة الثانية: لقد فات الأوان. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. فبالنسبة لترو تكتب بب في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها، وتار تكتب بالد في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. C'est trop tard. العبارة الثالثة: بصراحة لا أستطيع. بالفرنسية نقول Sincèrement, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Sincèrement, كتعني بصراحة أو بصدق. Je ne peux pas لا أستطيع. لم أفعل شيء. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. لم أفعل شيء. العبارة الموالية: إنه مجرد سوء تفاهم. C'est juste un malentendu. C'est juste un malentendu. C'est juste un malentendu. فبالنسبة للمالونتوندو هو سوء تفاهم. C'est juste يعني مجرد. C'est juste يعني مجرد. Malentendu, سوء تفاهم. إنه مجرد سوء تفاهم. حد سيء هو mauvaise chance. Mauvaise chance. فهنا قلت mauvaise chance لأن chance non féminin يعني اسم مؤنث. كون كان اسم مذكر فغنقول mauvais. Donc mauvaise كنستعملها مع الفيمينين يعني مع المؤنث، و mauvais كنستعملها مع المذكر. العبارة الموالية: خذ وقتك. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. فprends كتعني خذ. Ton temps وقتك. فle temps هو الوقت. Ton temps كيعني وقتك. فبالنسبة le temps فكيتكتب ps في آخر الكلمة ولكن كنطقوه بطن. طن. وبالنسبة إلى بغينا نقوله بصيغة الجمع يعني خذوا وقتكم، أو بغيت نتكلم مع شي شخص باحترام فكنقوله prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps. هذا منطقي. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Logique يعني منطقي. انتظر لحظة. Attends un moment. Attends un moment. Attends un moment. Attends un moment. Intadir lahda. Donc, attends, katani. Intadir un moment lahda. I'tani binafsik. Prends soin de toi. Prends, le verbe prendre. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. اعتني بنفسك. العبارة الموالية: مهما كان أو أيا كان أو مهما يكن. بالفرنسية quoi que ce soit. 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 مهما كان أو مهما يكن أو أيا كان. Quoi que ce soit. في وقت لاحق أو فيما بعد هي ultérieurement. Ultérieurement. Ultérieurement.
ultérieurement كتعني في وقت لاحق او فيما بعد. بصراحة franchement franchement franchement. كن عاقلا sois raisonnable. فبالنسبة raisonnable كنكتبوها بدوزين sois raisonnable. كن حذرا sois prudent. دونك هنا كن حذر او كن حريص sois prudent. كن حكيما sois sage. او ممكن نقولو احسن التصرف يعني كن حكيم او احسن التصرف هي sois sage. في هذا السياق dans ce contexte. Le contexte هو سياق. Ce contexte هذا السياق. بالعكس au contraire. بالعكس او على العكس. نلاحظ ان on remarque que نلاحظ ان حتى لو او رغم او على الرغم كتعني même si. فبالنسبة لميم كنكتبوها ب e accent circonflexe. Même si. العبارة الموالية أعطيني مثال. Donne-moi un exemple. أعطيني un exemple مثال. وإلا بغيت نتكلم بصيغة الجمع فغنقول donnez-moi un exemple. أعطوني مثال. Donnez-moi un exemple. أي شيء. N'importe quoi. وأي شيء. أي شخص. N'importe qui. Donc n'importe quoi كنستعملوها مع غير العاقل يعني مع الأشياء و n'importe qui كنستعملوها مع الأشخاص. إنها معجزة. C'est un miracle. فميراكل كتعني معجزة. بالضبط. Justement. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا بعض العبارات والمصطلحات اللي غادي يغنيو راسكم اللغوي الفرنسي. ما تنساوش إلا استفدتوا من الدرس فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.